نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. ولكن هل يجوز ان يتحدث معها عبر الهاتف؟ نعم، بعض الخطاب اذا خطب المراه ووافقوا صار كل ليله يسهر معها عبر الهاتف مع مخطوبته، يتحدث اليها ويسولف اياها قبل العقد، وهذا حرام، لان مثل هذا الخطاب لا يخلو من ايش؟ من تحرك الشهوه، لانها خطيبته، فلا يخلو من تحرك الشهوه. بعض الناس يدعي والعلم عند الله يقول انا اخاطبها واسولف معها عشان اشوف مدى ثقافتها، مدى ثقافتها وكيف نطقها وما أشبه ذلك. سبحان الله، ما أقتمت أن تعرفها من قبل. فالمهم أن مخاطبة المخطوبة في الهاتف كمخاطبة الأجنبية تماما، لأنها إيش؟ أجنبية معه كالتي في السوق.